You are currently the only person in this con احنا خدنا المرة اللي فاتت في الدرس الاولاني اللي هو الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية، خدنا ايه هي العناصر الطبيعية، وخدنا فيها مظاهر السطح، وعرفنا الموقع، وخدنا كمان المناخ. النهاردة هناخد موارد المياه في البيئة الصحراوية. طبعا احنا عارفين ان البيئة الصحراوية بتعتمد الزراعة فيها على ايه؟ على المياه الجوفية، تمام. والمياه الجوفية ديت بتبقى موجودة في الصحاري أو في البيئة الصحراوية بصفة عامة، بتبقى موجودة في شكل خزانات جوفية بتبقى موجودة في باطن الأرض، تمام. كمان فهمت. عندي إن المياه الجوفية ديت أو اللي هي المياه الآبار والعيون ديت كانت سبب رئيسي في إن يبقى في سكان في الواحات، لأن طبعا لو ما فيش مياه خالص مش هيبقى في أصلا ناس. فكمان قلنا إن السكان في الموجودين في الواحات بيعتمدوا على الزراعة، فين؟ على المياه الجوفية والرعاية. نعم. حضرتك بتقطع شوية، بس حضرتك مش بيقطع سامعة يا ساجا. أنا لا، أنا قاعدة النت عندي كويس جدا صوت دلوقتي، حضرتك يعني هو باين بيقطع. قدامي كمان. أقطع حتة وبعدين بيقطع معاكو أقطع كلكو حبة ولا مع بعدين. ساجا بس؟ بس هو أنا جبت كام في لا، الكويز؟ لأن صوتك انت اللي الدرجة بيقطع. هشوف لك يا محمد. انا بس عايزة اسأل حاجة، انتوا كلكو سامعني ولا الصوت بيقطع؟ لا سامعينك دلوقتي. خلاص يبقى دلوقتي انا سامع ساجا. حضرتك. خلاص طب كويس، تمام. لكن قلنا الزراعة في السواحل الشمالية بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على مياه الأمطار، لكن في المناطق الصحراوية بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على المياه إيه؟ الجوفية. خامس عنصر من العناصر اللي هي العوامل الطبيعية التربة. التربة بتاعة البيئة الصحراوية بتبقى تربة رملية فقيرة. يعني إيه فقيرة؟ يعني مش تربة خصبة، تمام. طبعا التربة الخصبة ديت، في فرق ما بين التربة الخصبة وما بين التربة الرملية اللي هي الفقيرة. التربة الخصبة ديت بتبقى موجودة حول مجاري الأنهار، زي مثلا نهر دجلة والفرات في العراق ونهر النيل في مصر والسودان، لكن في البيئة الصحراوية بتبقى التربة بتاعتها رملية فقيرة وصفراء. بس بتزداد جودة التربة في الواحات. ليه في الواحات؟ لأن قلنا بيبقى فيه مياه جوفية، فبتزداد جودتها عن المناطق التانية. سادس حاجة عندي النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. إيه هو النبات الطبيعي دوت؟ النبات الطبيعي دوت اللي هو بينمو تلقائيا دون تدخل الإنسان فيه، هو بينمو لوحده كده تلقائيا لأن دوت ربنا إيه اللي عامله. طيب النبات الطبيعي في الصحاري بصفة عامة بيتحمل الجفاف، لأن طبعا احنا عارفين إن الصحاري بتتميز بالجفاف أو بيسود فيها الجفاف بسبب قلة الأمطار، فالنبات الطبيعي بيتحمل الجفاف بس بطرق مختلفة. عندي 3 طرق. ممكن إن هو إزاي بيتحمل الجفاف؟ إن هو بيمد جذوره في التربة تحت خالص لمسافات بعيدة علشان يقدر يوصل للمية الجوفية. زي إيه؟ زي مثلا عندي النخيل والدوم، تمام. يبقى انا عندي قلنا النبات الطبيعي ازاي بيتحمل الجفاف، ان هو بيمد جذوره لمسافة بعيدة خالص في باطن الارض علشان يحصل على ايه؟ المياه الجوفية، ويقدر ان هو ينمو. تاني حاجة ممكن ان هو يكون ليه اوراق اسفنجية سميكة. الاوراق دي بتساعد ان هي بتخزن المياه لفترة طويلة جدا زي الصبار مثلا. ثالث حاجة إن هو يكون ليه أوراق إبرية. زي إيه؟ زي النباتات الشوكية. إيه هي الأوراق الإبرية ديت؟ بتعمل إيه؟ إن هي بترفع درجة الحرارة والجفاف، فعلشان كده بيقدر إن هو يتحمل إيه؟ الجفاف، تمام. نيجي بقى للحيوانات البرية. برضو الحيوانات البرية والنباتات الطبيعية هما الاتنين بيتحملوا الجفاف والبيئة القاسية، يعني اللي ظروفها صعبة شوية عن المناطق التانية. طب زي ايه الحيوانات اللي بتبقى مثلا موجودة في الصحاري او الواحات؟ زي مثلا الغزلان والابل اللي هو الجمل والارانب البرية والثعالب. كل دول بيعيشوا فين؟ في الصحاري، وبيتحملوا الجفاف. حد ليه سؤال؟ لا تمام.
الوحدة بتتكلم عن أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر. الوحدة ديت بتتكون من درسين، الدرس الأولاني اللي هو بيتكلم عن الحركة الوطنية ومقاومة الاحتلال البريطاني، الدرس التاني ثورة 1919. طيب تعالوا أول درس اللي هو الحركة الوطنية ومقاومة الاحتلال البريطاني. سعيد باشا جه أمر إن هو يجندوا الشباب وأولاد البلاد بتاعتهم والمشايخ بتوعها. تمام، يعني ايه تجنيد؟ يعني شايفين زي عندنا مثلا الجيش، مش احنا في شباب بعد ما بيخلصوا الجامعة بيروحوا الجيش؟ تمام، أي هو كلنا دوت جندي، هو ده، ايوه هو دوت التجنيد. فسعيد باشا جه امر ان هم يبقى في تجنيد للشباب دول وللمشايخ. وفعلا دخل احمد عرابي الجيش المصري، وبدا ان هو كل ماذا اما بيترقى في مجاله لحد ما وصل لرتبه امير علوي. وصل للرتبه ديت كان في عهد الخديوي توفيق. يبقى مين اللي امر بالتجنيد؟ سعيد باشا. نركز ماشي. طيب بعد كده انضم احمد عرابي للجيش المصري. تعالوا بقى نشوف احمد عرابي والثوره العرابيه كانت عام 1881، ايه اللي حصل؟ جه أحمد عرابي ابتدى بقى خلاص كفاحه منذ عهد الخديوي إسماعيل. طيب هو هيواصل كفاحه ضد مين بالظبط؟ ما أكيد لازم يبقى في حد هيواصل كفاحه ضده. كان عايز يواصل كفاحه ضد استبداد النظام التركي، كانوا هما اللي بيحكموا، فكان عايز إن هو يبتدي بقى يكافحهم. وكان طالب كمان إن هو يبقى فيه مساواة وعدل بين الشعب المصري وزيهم زي باقي زي باقي الأجناس اللي موجودة في مصر، سواء بقى الفرنسيين الأتراك أيا كان. فعايز يبقى زيهم زي اللي موجودين، المصريين يبقى زيهم زي أي حد. كمان أحمد عرابي جه ابتدى إن هو عايز بقى يأسس الجمعية السرية واشترك فيها مع المصريين. تمام، وبعد كده بقى عضو فيها. يبقى تاني اللي أمر بالتجنيد هو سعيد باشا. جه انضم احمد عرابي للجيش المصري، وبدا بقى احمد عرابي ان هو عايز يوصل كفاحه في عهد الخديوي ايه اسماعيل. طب عايز يوصل كفاحه ضد مين؟ ضد استبداد الاتراك ليهم. وكمان جه عايز يطالب بالمساواه والعدل بين المصريين وغيرهم من الثقافات والشعوب، واشترك في الجمعيه السريه لحد ما بقى عضو ايه فيها. معايا مع حضرتك معايا حد مش فاهم؟ كلنا فاهمين. كلنا فاهمين دي وقلبك. أمر بالتكليف سعيد باشا، بعد كده جه واحد دخل الجيش المصري بالظبط، وطلب اللي هو ايه يعاملوهم زيهم زي أي بلد تانية، أي ناس من بلد تانية، صح كده؟ ايوه بالظبط كده هو. برافو برافو يا محمد. نيجي بقى ليه، مش الثوره العربيه ما تزعمهاش احمد عرابي بس لا لوحده، لا كان في ناس تانية معاه زي محمد عبيد وعلي بيك فهمي وعبد العال حلمي ومحمود سامي البارودي والامام محمد عبده، كل دول شاركوا في الثوره ايه العربيه، لكن مش احمد عرابي بس لوحده. طب تعالوا نشوف اصلا هم ليه عملوا الثوره العربيه ديت، ايه اسبابها علشان يعملوها. أول حاجة إن الأجانب بقوا يتدخلوا في شؤون مصر أكتر من الأول، فعلشان كده عملوا الثورة. تاني حاجة إن هم بقوا بيفرضوا على المصريين رقابة ثنائية والقروض والكلام دوت كله، فعلشان كده عملوا المصريين أو أحمد عرابي عملوا الثورة العربية ديت. تاني حاجة يا محمد مش فاهمك، يعني ما فيش مشاكل انه يعني ما فيش مشاكل يعني ما فيش مشكلة انه هو عمل ان هو حصل ديسكونكت. ايوه تمام. بعد كده هوت كمان ان هم بقوا
كان في عهد وزارة رياض باشا دوت، كان بيفرض ضرائب كتيرة جدا على المصريين، وما كانوش بيوزعوا الضرائب ديت ما بينهم وبين حد تاني بالعدل، لا كان بيميز ناس على ناس تانية. فطبعا ساءت الأحوال الاقتصادية لمصر وبقى في أزمة إيه اقتصادية، علشان كده هم عملوا الثورة العرابية. يبقى أول سبب ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر. ليه؟ نتيجة للامتيازات الأجنبية اللي الدولة العثمانية ادتها للأجانب وما ادتهاش لمين؟ لمصر. تمام؟ الدولة العثمانية دوت اللي هم الأتراك، عشان نبقى فاهمين، الأتراك اللي أنا كنت لسه بقول لكم إن أحمد عرابي كان عايز يعمل كفاح ماشي، ضد هي مين؟ تركيين استبداد يعني، هم الأتراك. تركيين يعني ايوه، تركيا. علشان بس تربطوها، بصوا هقول لكم تربطوها بايه. شايفين الحته ديت اهي اهي، ان الخديوي اسماعيل، الخديوي احمد عرابي كان عايز يواصل كفاحه ضد مين؟ ضد نظام التركي. النظام التركي دوت اللي هو مين اصلا؟ اللي هو الدوله العثمانيه ديت. ماشي، ماشي، علشان الدولة العثمانية ديت عملت ايه؟ بقت تدي للرعايا الأجانب امتيازات وقروض ومراقبة ثنائية إنجليزية على مصر. يعني مصر ملهاش إن هي تستقل بنفسها. فعلشان كده كان عايز يعمل الكفاح ده ضده. تاني حاجة إن هم تسليح الكثير من الجنود والضباط المصريين، وكمان قلنا إن في عهد وزارة رياض باشا بقى يفرض ضرائب على المصريين كتيرة جدا وما كانش بيوزع توزيع عادل ما بينهم، علشان كده بقى في أزمة اقتصادية في مصر وساءت الأحوال الإيه الاقتصادية. طيب تعالوا بقى نشوف أحداث الثورة العربية. أحمد عرابي، فاهمين لحد كده؟ طيب الأول قبل ما أخش في الجديد، ها لا كله مفهوم، كله مفهوم. ماشي. أحداث الثورة العرابية، أحمد عرابي عمل مظاهرة، المظاهرة ديت كانت اسمها مظاهرة عابدين، بس المظاهرة ديت سلمية. يعني إيه سلمية؟ يعني ما كانش فيها أسلحة ولا قتال ولا أي حاجة، كانوا بس خارجين هو والجيش والشعب علشان يعرضوا المطالب بتاعتهم على الخديوي. تمام. طب ايه هي المطالب بتاعتهم اللي كانوا طالبينها من الخديوي توفيق؟ اول حاجه ان هم يسكتوا وزاره رياض باشا ويعملوا مجلس نواب جديد. وزاره رياض باشا اللي احنا قلنا اللي هو كان بيفرض ضرائب على المصريين، فهم خلاص عايزين بقى يسكتوا الوزاره ديت ويعملوا مجلس نواب جديد. تاني حاجه ان هم يزودوا عدد الجيش ل 18000 جندي، لان كان عدد الجيش قليل جدا، فهم كانوا عايزين يزودوا عدد الجيش دوت. فعلا جه الخديوي توفيق قبل مطالب الشعب دوت والجيش، وفعلا عمل وزارة جديدة عام 1881 لحد ما جه الاحتلال البريطاني على مصر. يعني ايه الاحتلال البريطاني؟ يعني ان حد تاني هو اللي هيحكم مصر وهيتدخلوا فين؟ في شو تاني؟ احنا كده قلنا ان مين اللي امر بالتجنيد الخديوي؟ مين؟ ها، سعيد. ايوه سعيد بالظبط كده، هو برافو. للاحتلال البريطاني لمصر ان انجلترا وقفت ضد الحركة الوطنية فين؟ في مصر. فعملت مشاكل كتيرة جدا، في كان من ضمنها في مدينة اسكندرية، علشان تقول ان احمد عرابي مش قادر ان هو يعني ان هو مش قادر ان هو يحكم مصر، تمام، او الحركة الوطنية. فاللي هو اصلا احمد عرابي دوت كان ناظر الجاهلية. سوري، ماشي يا عبد الحميد. تمام، نكمل. فقلنا إن إنجلترا وقفت ضد الحركة الوطنية في مصر وعملت مشاكل كتيرة جدا في مدينة الإسكندرية، علشان تقول إن أحمد عرابي اللي هو ناظر الجاهلية مش قادر إن هو يعمل أمن وأمان فين؟ في البلاد، وينظم البلد. فالبريطانيون قاموا بضرب مدينة الإسكندرية عام 1882.
فعلا الخديوي توفيق جه شال احمد عرابي من الوزاره دي. ليه؟ لان طبعا البريطانيين هم اللي كانوا مخططين ان هم عايزين يعملوا كده علشان يشيلوا احمد عرابي، وبالفعل اتشال احمد عرابي من الوزاره. لكن الشعب المصري فضل ان هو يدافع عن بلاده، وكانت في الاخر اللي استولى مين؟ اللي استولى القوات البريطانيه. تمام. الاحتلال البريطاني لمصر، ان ايه اللي حصل؟ ان انجلترا وقفت ضد الحركه الوطنيه في مصر، فعملت ايه علشان تعمل كده؟ هو عملت حوادث في مدينه اسكندريه علشان يعرفوا الخديوي توفيق ان احمد عرابي مش قادر ان هو يعمل امن وامان واستقرار في البلاد وينظم البلاد. ففعلا ضربوا مدينه الاسكندريه، قام الخديوي توفيق شال احمد عرابي من الوزاره، لكن الشعب المصري فضل ان هو يدافع عن بلاده بزعامة أحمد عرابي. إلا إن في الآخر القوات البريطانية فشلت إن هي تخش البلاد عن طريق كفر الدوار، فعملت إيه الأول؟ راحت قناة السويس واحتلتها، ومن هنا هتقدر إن هي تستولى على الباقي. تمام؟ وقدروا القوات البريطانية إن هم يتغلبوا على الجيش المصري بالتل الكبير عام 1880، وبعد كده قدروا إن هم يحتلوا القاهرة. لأن هم أول حاجة، لو لاحظنا تاني، إن هم أول حاجة عملوها إن هم ضربوا مدينة اسكندرية وديت في مصر، تاني حاجة راحوا على قناة السويس. يعني بدأوا بقى إن هم يحتلوا حاجة حاجة لحد ما وصلوا إيه؟ للقاهرة اللي هي عاصمة جمهورية مصر. حد مش فاهم حاجة؟ لا كلنا فاهمين. السياسة البريطانية في مصر. بريطانيا بقى خلاص هي احتلت اسكندرية وقناة السويس وبعد كده القاهرة، فهي كده هوت عايزة تستولى أو تسيطر على كل مرافق البلاد. وفعلا بقى المعتمد البريطاني دوت هو الحاكم الفعلي للبلاد. يعني ايه هو الحاكم الفعلي؟ يعني هو اللي بيحكم مصر، ومصر ما بقتش مستقلة بنفسها، لا في حد تاني هو اللي بيحكمها. طيب عملت بريطانيا ايه بقى؟ أول حاجة عملتها إن هي ألغت المراقبة الثنائية البريطانية والفرنسية، وهي بقت هي خلاص عايزة هي اللي تسيطر على المالية بتاعة البلاد. تمام؟ وكل دوت هيعود على إيه؟ هيعود على البنوك الأوروبية. تاني حاجة إن هم ألغوا مجلس النواب اللي عملوه في الثورة العربية. مش إحنا قايلين إن هم في الثورة العربية عملوها علشان يطالبوا إن هم يلغوا وزارة رياض باشا ويعملوا مجلس نواب جديد؟ هما جم بريطانيا وجت ألغت مجلس النواب اللي هما عملوه الجديد دوت. تاني حاجة إن هي حولت البلاد لقاعدة علشان تقدر إن هي تزود الصناعة البريطانية بالقطن المصري، لأن طبعا احنا مصر كانت وقتها مشهورة أو من أهم حاجة فيها اللي هو صناعة القطن. وأهملت الصناعات المصرية، يبقى هم خدوا القطن المصري في الصناعات عندهم وأهملوا بقى يهملوا الصناعات إيه المصرية. بعد كده جم بقى وعايزين يفرضوا ضرائب على المصريين، وفعلا فرضوا ضرائب غالية جدا على المصريين. وبقوا كمان جم عملوا خفض الإنفاق الحكومي خاصة في ميزانية التعليم والصحة. يعني إيه؟ يعني ما بقوش يصرفوا على التعليم والصحة في مصر خالص. تمام؟ كمان هم مش بس سكتوا على كده، لا هم كمان عملوا ان هم الزموا المصريين ان هم يدفعوا ليهم الخسائر اللي خسروها في الحروب اللي دارت ما بينهم اثناء الاحتلال. يعني عايزين مصر يدفعوا ليهم اللي هم عملوه اللي خسروه في الاحتلال ده. تاني احنا هنقف لحد كده النهارده وهنكمله المره اللي جايه. يبقى احنا قلنا ان اللي امر بالتجنيد هو الخديوي ايه؟ سعيد. طيب طيب احمد عرابي كان عايز يواصل كفاحه ضد استبداد النظام التركي في عهد مين؟ أسعد اسماعيل. لا إسماعيل اسماعيل، مفيش اسعد. إسماعيل إسماعيل بالظبط. طيب بعد كده قلنا اسباب الثوره العربيه، اول حاجه ازدياد التدخل الاجنبي فين؟ في شؤون مصر. تاني حاجه تسريح الكثير من الجنود والضباط المصريين. تالت حاجه ان وزاره رياض باشا دوت كان بيفرض عليهم ضرائب باهظه، فساءت الاحوال الاقتصاديه ايه للمصريين.
طيب قلنا أحداث الثورة كانت مطالبهم إيه، أو المطالب بتاعة الأمة والجيش وأحمد عرابي كانت إيه؟ كانوا عايزين يسقطوا وزارة رياض باشا ويعملوا مجلس نواب جديد. تاني حاجة إن هم يزودوا عدد الجيش ل 18 ألف جندي. فعلا قلنا إن الخديوي توفيق وافق إن هم على المطالب بتاعتهم دي، وعملوا فعلا وزارة جديدة. وفي الآخر أما جت بريطانيا احتلت مصر، شالوا المجلس النواب اللي هم عملوه الجديد ده. ها فاهمين؟ فاهمين. خلاص احنا كده خلصنا النهارده. وحد ليه سؤال قبل ما نقفل؟ ها انا معاكم. مثلا مش فاهم الحتة الصفحة مثلا انت فاتحاها دي. اللي هي اني الاحتلال البريطاني. ايوه ماشي، بص يا محمد هاني، قلنا الاحتلال البريطاني ان انجلترا وقفت ضد الحركة الوطنية في مصر. طب هي ليه وقفت ضد الحركة الوطنية في مصر؟ لان هي عايزة تحتل مصر. فعملت ايه علشان تحتل مصر؟ هتاخدها بقى واحدة واحدة كده. هو ان هي عملت اول حاجة ان هي عملت بعض الحوادث في مدينة اسكندرية علشان تثبت للخديوي توفيق ان احمد عرابي دوت مش قادر ان هو يعمل امن وامان، او مش قادر يحكم مصر. وفعلا قامت بضرب مدينة اسكندرية، بريطانيا قامت بضرب مدينة اسكندرية، ومن الخديوي توفيق شال احمد عرابي من الوزارة. فاهم لحد كده؟ مس نعم. صح، كان عندنا أول كان عندنا اختبارات. امبارح أيوة أمس ما عرفت كيف أدخل فيه، كنت يقول لي حط الإيميل، أكتب الإيميل، يقول لي خطأ كل شوي، وصرت ما أختبر. وبعدين أمس الحمد لله صار كويس، بس في اختبار الدراسات ما مو راضي. مش راضي ازاي؟ طب بص يا تولين، ما مثلا ما كتبتهوش في ورقة ليه وبعته لي مسج وانا هحط لك درجاتك؟ اوكي. طب يا ميس، طب انا جبت كام يا ميس في كويز؟ لا لسه ما اعرفش يا ولاد، هفتح على اللاب النهارده وان شاء الله هشوف. مش ما تفتحي. ما هفتح ازاي؟ ما انا بشرح لمحمد الحته اللي هي ناقصاه علشان السيشن قربت تخلص وانا عندي سيشن وراكو على طول. خلينا نكمل. بص يا محمد، بعد كده هوت اني الخديوي توفيق شال احمد عرابي من الوزاره، لكن الشعب المصري فضل ان هو يدافع عن بلاده لحد ما في الاخر ان الكويت البريطانيه فشلت ان هي تخش الاول عن طريق كفر الدوار، فراحت احتلت قناه السويس، وقدروا ان هم يتغلبوا على الجيش المصري في التل الكبير. بعد كده هو خلاص هم تغلبوا او قدروا ان هم على الجيش المصري، فكده هو احتلوا القاهرة. يبقى اول حاجة ضربوا مدينة اسكندرية واحتلوها، تاني حاجة ان هم راحوا لقناة السويس واحتلوها، تالت حاجة كده هو قدروا ان هم يخشوا ايه القاهرة ويحتلوها كده. فاهم يا محمد؟ أيوة. خلاص ماشي. في حاجة تاني؟ حد مش فاهم حاجة؟ لا فاهمي فاهمي، استنى خلاص برضه آخر 4 دقايق دول بس بسرعة. أقول إيه؟